للحديث حول فكرة المقال نرحب بالخبير القانوني الدكتور أشرف الراعي. صباح الخير دكتور وأهلا بك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. في القرن 21 وفي عام 2024 وعاد الموضوع ليتم التحدث به، وأين على منصات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الأطفال بكثرة؟ ما نراها اليوم، لماذا برأيك قبل الذهاب إلى فحوى المقال ولماذا يطالبون بالضرب؟ لماذا جاء هذا برأيك؟ كل الشكر والتقدير للرؤية على الاستضافة لهذا اليوم. يعني عندما شاهدت هذا المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي صراحة صدمت، خصوصا وأن يعني الأردن تحديدا منذ 10 سنوات وحتى اليوم وكل التوجهات الرسمية تذهب باتجاه منع الضرب، وهو أمر غير قانوني. يعني إذا ذهبنا إلى نصوص قانون العقوبات نجد بأن القانون جرى مثل المادة 330 من يقوم بقصداً بضرب شخص أو جرحه أو إيذاء، وكذلك الإيذاء البسيط أيضاً هو مجرم، فيما لو أحدهم قال بأن يمكن أن يتم ذلك من خلال ضرب بسيط وضرب غير مؤذي وبقصد التأديب. أيضاً قانون حقوق الطفل ينص على أن الطفل له الحق في الذهاب إلى مقدمي خدمات المساعدة القانونية وله الحق ب التقدم بشكوى، وأيضا المادة 16 من القانون تلزم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللي بتكفل توفير برامج توعية متعلقة بنمو الطفل والتطورات الجسدية والنفسية. على أي حال اليوم ما نشهد من دعوات للعنف على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بحاجة إلى وقفة جادة. يعني على أي أساس اليوم يتم؟ لماذا دكتور قبل قبل المجيء لماذا عادت هذه المنشورات ولماذا عادت هذه المطالب للظهور؟ هل هنالك سبب؟ هل توقفنا ورأينا لماذا عادت في هذا الوقت ولماذا المطالبة بها ولا يوجد حل سوى الضرب لحل ما وصلنا إليه؟ لربما أنا مش شايف بأنه في إشي يدعو إلى الضرب، ولكن لماذا وصلت؟ ما هو تحليل الحالة؟ إذا تابعت التعليقات على مثل هذا المنشور تجد أن معلمين يقول لك بأن فقدنا هيبتنا. يعني لا أعلم لماذا يفقد المعلم هيبته ويريد أن يعيدها بالضرب وبالاعتداء على الأطفال. اليوم أنا إذا عندي طفل بدي أوديه على مدرسة ويرجع لي مضروب، خلينا نحكيها باللهجة العامية، أنا ما راح أقبل. يعني اليوم إذا أنا بودي ابني على مدرسة وبرجع لي هذا الابن مأذي ومضروب ومعتدى عليه، ليش بدي أقبل؟ بحجة أني بدي أربيه، بحجة أنه هذا المعلم يريد أن يربيه. هنالك طرق تربية حديثة، هنالك طرق تربية قانونية تلتزم بالقانون، هنالك آليات وإجراءات. لماذا عادت هذه الدعوات؟ لأنه الكثير من المعلمين يعتقد اليوم بأنه غير قادر على ضبط الحصة المدرسية. وخليني أنا أكون صريح معك أو واقعي معك، أنا كمان أستاذ جامعي، فاليوم لما أنا بتعامل مع طالب حتى في الجامعة إذا أنا أعطيته اهتمام وتعاملت معه باحترام وبشكل جيد، لماذا سوف يسيء لي هذا الطالب الجامعي؟ وكذلك بالنسبة للأطفال، يمكن الأطفال لسه أكثر. يعني اليوم بعتقد اليوم واجب على المعلمين وواجب على وزارة التربية أن تعيد تأهيل عدد كبير من المعلمين في آليات تفكيرهم أو في آليات وطرق تعاملهم مع الطلبة وإبلاغهم أيضا وتوعيتهم بالنصوص القانونية وبكيفية تجريم القانون لمثل أفعال الضرب. وأذكر بأن جلالة الملكة قبل 10 سنوات أو أكثر أطلقت مبادرة بأن هذه العصا لا تستخدم للضرب وإنما هذه العصا تستخدم للعب. وكان هنالك العديد من المبادرات حقيقة في الأردن من أجل منع ضرب الأطفال أو الاعتداء عليهم. وخليني أحكي لك، يعني أستذكر لك حادثة أنا كنت شاهد عليها، يعني هذه الحادثة أنا مطلع عليها وشهدتها. طفل أحد الأطفال، هذا الكلام قبل 10 سنوات أو أكثر، يعني قبل 12 سنة، أحد الأطفال كان يلعب في مدرسته، فيبدو أنه المعلم انزعج من حركته الكثيرة لهذا الطفل وضربه. عندما ضربه على رأسه، الطفل ضربت عينه في مسمار خارج من خزانة، فقد عينه لليوم. هذا الطفل فاقد عينه طبعا، هو صار شاب ما شاء الله عنه، لكن أنا متابعه وبعرف، يعني بعرف أخباره. هذا الطفل فقد عينه نتيجة
إيذاء معلم له. وأيضا حدثت حادثة مماثلة بعدها بفترة بشون الجنوبية بالأهوار، أيضا نفس الشيء، الطفل أيضا فقد عينه. يعني على أي أساس اليوم يتم إعادة مثل طرح هذه الأفكار التي لا تنم عن شيء إلا عن جهل؟ من يقبل دكتور، من يقبل بأن يضرب طفل في المدرسة؟ يقبل أن، هل يقبل أن يضرب ابنه أو يصل ابنه إلى ما وصل إليه؟ يعني قصة هذا الطفل اللي صار شاب اللي حضرتك بتحكي عنه، لربما لليوم خسران مستقبل وخسران كثير أمور عشان معلم كان معصب ولا انزعج من هذا الطفل وضربه. ولكن اليوم دكتور وأنت خبير قانوني، القانون يمنع وهنالك تشريعات واضحة وهنالك وقوف مجتمعي، وإن كانت فئة قليلة لربما تؤيد هذا الأمر وترى بأنه جيل أول أحسن من جيل اليوم. والله ليش؟ لأنه جيل أول بنضرب أو انضرب وكان في عصاي بالمدرسة، وجيل اليوم مش كويس لأنه ما في عصاي. هذه الأمور المغلوطة رغم أنه الثورة التكنولوجية اليوم نراها على يد هؤلاء الشباب. يا سيدي، يعني التشريعات القانونية الداخلية أيضا هي انعكاس لالتزامات الأردن الدولية. الأردن مصادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 1991، وهذه يعني تضمنت ضرورة اتخاذ كل الدول الأطراف تدابير تشريعية وإدارية لإعمال حقوق الطفل. تحفظ الأردن على بعض المواد وذلك أيضا لحماية حقوق الطفل. اليوم بدي أقول أنه كل الأقوال، كل التصريحات، كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من ضرورة تعرض الأطفال إلى اعتداءات جسدية من معلميهم، هذا يجب أن يتم متابعته، يجب أن يتم إحالة هؤلاء الأشخاص إلى من خلال وحدة الجرائم الإلكترونية إلى الأجهزة إلى السلطات المعنية من أجل يعني محاسبتهم على مثل على نشر مثل هذا التحريض على أستاذ أطفال. يعني دكتور أنت ذكرتها، لا اتفاقات اتفاقيات دولية ولا أي أمر لربما يحكم سوى خلينا نحكي القانون المجتمعي الذي نفرضه على أنفسنا. وأنت ذكرت أيضا آية في كتاب الله عز وجل، ولقد كرمنا بني آدم، كرمناه وليس نكرمه بالضرب أو حتى نكرمه بالمعاملة الصالحة ونكرمه بالعيش الكريم. بدي أشكرك جزيل الشكر الدكتور أشرف الراعي، وأنت الأستاذ وأيضا الخبير القانوني، شكرا جزيلا لك، ولا بد كان من النظر إلى هذا الموضوع بجدية.